كيف أصبحت الإمارات محركاً للتنظيمات الإرهابية؟ لماذا استهدفت أبو ظبي الجيش الوطني في اليمن تحت لافتة الإرهاب؟ وهل يتقبل العالم ازدواجية الإمارات في دعمها للإرهاب وشعاراتها بمحاربته؟ وكيف يسمح المجتمع الدولي لها أن تعبث باليمن؟ أهلا بكم. أصبح مصطلح مكافحة الإرهاب لافتة مغرية بإمكان أي طرف رفعها حتى ولو كان هو من يمارس الإرهاب. منذ دخول أبو ظبي في حرب اليمن تحاول تسويق هذا التدخل ضمن نشاط مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، لكن تقارير محلية ودولية كشفت عن علاقة أبو ظبي بالقاعدة وصفقات من تحت الطاولة ودعم لقيادات متطرفة كأبو العباس في تعز وغيره في عدن وأبين. قبل أيام قصفت الطائرات الإماراتية مواقع للجيش في محافظة أبين، ثم قالت إنها قصفت عناصر إرهابية. تتعامل أبو ظبي بهذه الخفة مع ملفات كبيرة تتعلق بالسيادة وبأرواح ما يزيد عن 300 جندي. فهل يتعامل المجتمع الدولي أيضا بهذه الخفة مع هذا الملف ومع هذا البلد؟ أم سنرى موقفا مسؤولا تجاه الأزمة اليمنية؟ أضحت لافتة مكافحة الإرهاب الطريق الأقصر لأصحاب المشاريع الميليشاوية لتنفيذ أجنداتهم. بالأمس رفع الحوثي لافتة القاعدة ومكافحة الإرهاب، وكانت النتيجة إسقاط الدولة وإدخال البلد في أتون حرب إقليمية مدمرة. واليوم تقول الإمارات إنها تكافح الإرهاب في اليمن لنرى انقلابا ثانيا في عدن وإسقاطا لمؤسسات الدولة في يد ميليشيا متمردة تحت اسم المجلس الانتقالي الجنوبي. وإلى المجتمع الدولي أتوجه برسالة فأقول إن تحرير مدينة المكلا من قبضة التنظيم القاعدة يعتبر نصرا استراتيجيا. منذ تدخلها العسكري في اليمن مطلع 2015 وقدوم جنودها وضباطها إلى الأرض اليمنية، تحاول الإمارات إقناع العالم بأنها تكافح الإرهاب وتنظيم القاعدة في اليمن. فهل تكافح الإمارات الإرهاب فعلا في اليمن؟ بنظرة سريعة على دور الإمارات العسكري في حرب اليمن يظهر أن ما تفعله أبو ظبي هو دعم الإرهاب، فكتائب أبو العباس وقائدها عادل فارع الموضوع على قوائم الإرهاب الأمريكية يستلمون رواتبهم وعتادهم العسكرية من الإمارات. أما في جنوب وشرق البلاد فقد تحدثت تقارير دولية عن صفقة مشبوهة تمت في 2016 بين أبو ظبي وتنظيم القاعدة، انسحب على إثرها الأخير من محافظتي المكلا وأبين. واليوم تقول المعلومات الميدانية إن عناصر إرهابية أصبحت قيادات في قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات، من بينهم القيادي عبد اللطيف السيد والقيادي إمام النوبي وغيرهم من العناصر والجماعات التي باتت أبواب أبو ظبي وخزائنها مفتوحة لهم على مصراعيها. من يكافح من؟ وما هي أهداف الإمارات من ادعاء محاربة الإرهاب وتمويله في ذات الوقت؟ بيان الحكومة الأخير استنكر وصف الإمارة لقوات الجيش الوطني بالقوات الإرهابية، وقال إن المساس بالجيش ووحدة اليمن هو الإرهاب بعينه وليس جهود الحكومة في بسط نفوذها على كامل التراب الوطني. في الأروقة الدولية تقدم الإمارات والسعودية نفسيهما كمحاربتين للإرهاب في اليمن، غير أنهما في ذات الوقت تعملان على إضعاف القوة العسكرية للجيش والمؤسسات الرسمية وإخلاء المجال للميليشيات والجماعات المتطرفة لتحقيق أهدافهما على الأرض اليمنية. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي الصحفي عبد العزيز المجيدي عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. وبداية مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الأنوار عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. دولة الإمارات قصفت الجيش الوطني ووصفت هذه العملية أنها استهداف لجماعات إرهابية، كيف أصبحت أو هل أصبحت شماعة الإرهاب هي حل لكل من يريد أن يقتل جهة أو طرف أو يتمادى مع سيادة بلد بأكمله أن يقول بأنه يستهدف جماعات إرهابية؟ في الواقع بدأت الإمارات تحريك مسرح الدمى في المحافظة الجنوبية عندما
قامت بالإيعاز لحلفائها الحقيقيين على الأرض بالتحرك. نتذكر تماما الحملة التي استبقت الانقلاب في عدن من خلال واقعة الهجوم على قسم شرطة الشيخ عثمان، ثم تلاها بنفس الوقت وبشكل متزامن إعلان الحوثيين عن قصف معسكر القلاء ومقتل أبو اليمامة. تاليا جاءت تحركات هاني بن بوريك، وبالتزامن مع هذه التحركات تمت أيضا عملية مهاجمة معسكر في مديرية المحفد بأبين من قبل ما يسمى تنظيم القاعدة. هذه الخطوات تظهر بشكل واضح وصريح كيف أن الإمارات خططت لتفجير الأوضاع من خلال استخدام نفس الأذرع التي استثمرت فيها طوال فترة الحرب، ودفعت بالأمور إلى وضع ذرائع وخلق ذرائع من أجل دفع ميليشياتها لتغيير الأوضاع على الأرض والسيطرة على عدن، ومن ثم التوجه للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية. عندما قامت الإمارات بقصف الجيش الوطني، هي بالتأكيد قدمت نفسها باعتبارها أولا عدو حقيقي لليمنيين وحليف حقيقي للحوثيين وإيران، وبنفس الوقت هي حليف للجماعات الإرهابية. المعروف أن الإمارات استثمرت طيلة فترة الحرب في علاقات مشبوهة مع كثير من التنظيمات الإرهابية، وهذا الأمر لم يقله مثلا ناشطون يمنيون أو وسائل إعلامية يمنية، وإنما قالتها كبريات وسائل الإعلام والوكالات الدولية. علينا أن نعود إلى ما قالته الاندبندنت، ما قالته الأسوشيتد بريس، وهذه وكالات أجنبية تخص أمريكا وبريطانيا. نعم نعم، إذن يعني تناقض واضح أستاذ عبد العزيز، يعني كما قلت الجميع يعلم مدى دعم الإمارات ودخولها في كثير من العمليات التي استطاعت فيها دعم جهات تنتمي للقاعدة، وربما وضعت أسماءها في لائحة العقوبات الأمريكية. أيضا الصفقات المشبوهة التي تمت لإخراج القاعدة من أبين وحضرموت وما إلى ذلك، والآن تقدم نفسها بأنها تحارب الإرهاب. هل يعي العالم هذا التناقض؟ في الواقع الإمارات هي لا تفعل شيئا أكثر مما تفعل كتقليد للولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأحيان، لكنها تلعب على هذه الورقة بغباء فادح وشديد. الولايات المتحدة الأمريكية تدير مثل هذه العلاقات من خلال أجهزة استخبارات، وتستثمر في الذرائع بطريقتها من أجل تمرير وتعزيز سياسات من شأنها التوسع والإنفاق وزيادة التسلح. لكن الإمارات العربية المتحدة وأيضا المملكة العربية السعودية، وهما يقعان تحت طائلة قانون جاستا الخاص بأحداث 11 سبتمبر، من المفارقة أنهما يعيدان إنتاج ذات المسرحيات داخل اليمن، مستغلتان الوضع الذي تعيشانه بسبب دعمهما لانقلاب في صنعاء ولاحقا انقلاب في عدن. الإمارات العربية المتحدة لعبت بشكل واضح وصريح وجلي بعلاقاتها مع التنظيمات الإرهابية، بل إنها زودت هذه التنظيمات بالأسلحة، وهناك تحقيقات صحفية استقصائية فضحت هذه الوقائع من خلال ما نشره مثلا التلفزيون الألماني نهاية نوفمبر 2018 العام الماضي، وأيضا تحقيق آخر ربما للCNN أو البي بي سي. الواقع يؤكد بأن الإمارات العربية المتحدة جاءت بخفة بالغة لتلعب بهذه الورقة. علاقاتها المشبوهة بهذه التنظيمات عندما ذهبت باتجاه مثلا المكلا لإطلاق عملية تحرير المكلا، تم تحرير عملية المكلا بيوم واحدة مثلما سقطت بيوم واحدة، ونحن نعرف أن مدينة المكلا كانت واقعة تحت سيطرة قوات علي عبد الله صالح، ومعظمها وغالبيتها من الحرس الجمهوري، وهذه الألوية والقوات معروف أنها كانت تتلعب بموضوع القاعدة، وكانت ورقة يحركها علي عبد الله صالح ذهابا وإيابا ويتعامل بها مع المجتمع الدولي، ويبتز فيها الجيران والمجتمع الدولي ويبتز فيها اليمنيين. عندما أعلنت تحرير مدينة المكلا من خلال عملية عسكرية خاطفة، أتذكر أنها في ذلك الوقت تحدثت عن مقتل 700 عنصر من القاعدة في يوم واحد، وكان هذا الأمر مضحك للغاية، يعني لم نشاهد جثثا، لم نشاهد دما مسفوح على الأرض،
لاحقا عرفنا بأن هناك تمثيلية كبيرة قامت بها الإمارات العربية المتحدة وبالتنسيق تقريبا أيضا مع أحمد علي عبد الله صالح ومجموعة الرئيس السابق الأمنية التي كانت تتلاعب بورقة الإرهاب بشكل كبير، وجرى لاحقا كشف هذه الوقائع من خلال تحقيقات صحفية أكدت على صفقات قبضت من خلالها العناصر الإرهابية على أموال، بل إنه تم تمكينها من نهب البنك المركزي في المكلا، وخرجت من هذه المناطق وبالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة خرجت هذه العناصر بطرق مفتوحة وآمنة باتجاه مناطق أخرى. هي كانت تريد وتخطط من أجل إرسال هذه العناصر إلى محافظة تعز، وقد نشطت بشكل صريح وعلني من خلال دعم أبو العباس، وأبو العباس معروف صلاته بهذه التنظيمات الإرهابية، وقد صنف من قبل الإمارات نفسها باعتباره على لائحة الإرهاب بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الإمارات وأيضا إلى حد كبير السعودية تسعيان بدرجة رئيسية لتحويل تعز مع أقل هذه الجماعات الإرهابية بالاتفاق مع العناصر الإرهابية نفسها، وبنفس الوقت أيضا حاولت الاستثمار في هذه العناصر من خلال استيعابها في تشكيلات أمنية في المحافظة الجنوبية كما أثبتت الاندبندنت والأشوتا دي بريس، وجرى استثمار هذه العناصر لاحقا واستدعائها في وقائع كثيرة، حصلت عمليات اغتيال وقتل وتصفية لقادة مقاومة في المحافظة الجنوبية. لم نشاهد في العالم كله وقائع اغتيال مصورة وموثقة بالفيديو كما حصل في عدن وبعض المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة القوات الإماراتية. كان يتم قتل الضحايا بكاتم الصوت، وكان يتم التصوير من خلال كاميرا في الرأس، وهذه الأمور لا تقوم بها إلا أجهزة أمنية واثقة من نفسها وتعرف تماما أين ترتكب هذه الجرائم والهجمات. نعم، واليوم تقوم باستهداف الجيش الوطني أستاذ عبد العزيز في ظل صمت من السعودية، كيف تقرأ موقف الرياض مما حدث من الجريمة التي تم استهداف فيها قرابة 300 جندي؟ يا سيدتي الكريمة، مسألة موقف الرياض لم يعد غامضا. هذه الدولة كما قلنا أكثر من مرة، إما أنها عاجزة وقرارها مختطف لدى أبو ظبي لعوامل كثيرة وربما لظروف لا نعلمها، وأيضا لاعتبارات تتعلق بترتيبات دولية معينة، وإما أنها متواطئة بشكل علني وصريح وبشكل مقصود للعبث في اليمن، وهي تدرك بأن هذا العبث سيرتد إلى نحرها اليوم أو غدا أو بعد غد. هي الدولة الوحيدة التي ستتضرر من كل ما يحدث في اليمن. الإمارات هي دولة ليس لها حدود مع اليمن، وليس لها أي مخاوف متعلقة بمسألة الأكذوبة الكبيرة التي حاولوا تسويقها بشأن موضوع المخاوف الإيرانية والتهديدات الإيرانية للأمن القومي العربي وما إلى ذلك. إذا كانت الإمارات بالفعل لديها مخاوف من الأمن القومي، من الأمن، من التهديدات الإيرانية، فأعتقد بأن عليها أن تقلق حقا من خلال بسيطرة القوات الإيرانية واحتلالها للثلاث الجزر التي تبعد عن 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 أبو ظبي ودبي، يعني ربما 5 كيلو إلى 10 كيلو بالزيادة يعني. فمن غير المعقول أن تأتي الإمارات لتزعم بأنها تحاول ضرب التهديد الإيراني في اليمن من خلال الحوثيين، بينما هي في الواقع ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة. هي الشريك التجاري الأول لإيران، تستأثر بنحو 40% من المبادلات التجارية مع إيران في المبادلة الكلية لإيران مع العالم. يعني نحن نتحدث عن واحد من أهم الشركاء الاقتصاديين لإيران الاستراتيجيين، والذين تعتمد عليهم بشكل كبير، ويعني لا تستطيع الاستغناء عنه. وظلت هذه الشراكة حتى هذه اللحظة التي تتشدق فيها الإمارات بأنها تواجه الخطر الإيراني. السعودية تعبث ربما للاعتبارات كما قلنا متعلقة بمسألة الهيمنة على قرارها واستلابها هذا القرار، وهي تلعب بالنار بنفس الوقت، لأن من شأن إضعاف الحكومة الشرعية ضرب الجيش الوطني تمكين إيران من رقبتها في الشمال وفي الجنوب. علينا أن ندرك بأن النواة الصلبة للمجلس الانتقالي في المحافظة الجنوبية تشكل في الضاحية الجنوبية ببيروت، وبالتالي الإيرانيين هم أكثر المستفيدين مما يحدث في الشمال وفي الجنوب. إذا كانت تعتقد بأنها ستنجو بهذه المرة وهي محاطة بالأذرع الإيرانية شمالا وشرقا وجنوبا، فهذه دولة يبدو أنها قد فقدت السيطرة على قرارها، وبالتالي هي ذاهبة إلى حتفها. نعم، اسمح لنا أستاذ عبد العزيز أن ينضم معنا العقيد الدكتور علي الذهب الخبير العسكري عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير دكتور علي.
مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك. اذا جريمه مروعه ارتكبها طيران الامارات المعادي ضد جيش اليمن في ارض يمنيه، ما هو توصيفك لما حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لي ولفريق العمل وللضيوف وللساده المشاهدين. حقيقه جريمه جريمه حرب وفي نفس الوقت جريمه قضيه طالت حليب يفترض انها تدافع عنه واستدعاها لنصرته، وهذا يعتبر غدر واضح يستر عليه من قبل الاطراف الاخرى، جريمه اخرى واعني بذلك طبعا المملكه العربيه السعوديه. نحن امام قضيه كبيره، لكن يبدو ان السلطه الشرعيه غير قادره على اتخاذ قرار حاسم وصارم وسريع لفك الارتباط بالامارات باتهاء احد او ثاني الحلفاء التحالف، ويبدو ان القرار اصبح مرتهن وانها لا تستطيع باي حال من الاحوال الان الا ان يعني تتخذ قرار شجاع وحاسم وتنتظر التداعيات الاخرى لما يعني سيعقب هذا القرار. نعم، بعد هذه الجريمة تعلن الإمارات بأنها استهدفت إرهابيين، ما هو تعليقك على هذا الأمر أو التلويح بشماعة الإرهاب عند ارتكاب مثل هذه الجرائم؟ كما هو معلوم تحرك القوات في مسرح العمليات خطوط الفصل والانتشار وخطوط السير والتقدم معلوم لدى غرفة العمليات بالرياض، وإعلان الإمارات استهدفت ركل للقاعدة أو ما شابه ذلك هو مغالطة للرأي العام لا بالنسبة إلى القوة وزارة الدفاع أو الحكومة اليمنية أو غرفة العمليات أو السعودية أو الدول الأخرى المتعاونة مع التحالف، فهي تدرك أن ذلك جريمة، جريمة حرب وإباء ساتر وجريمة تحاسب عليها، ولكن تحاول بطريقه او باخرى ان تستر على جرمها بجريمه اخرى تدمغ ناس ابرياء قتلتهم يعني بقوتها غير المتكافئه معهم غير المتناسبه غير المتوازنه، وهي بذلك ايضا تمهد للف تهمه الارهاب بالجيش نفسه وبالقبائل التي قتل فيها في مناطقها هؤلاء الابرياء. الآن الإمارات تعتقد أنها تحاول بطريقة أخرى أنها ترفع سماعة الإرهاب لتستهدف حكومة السياسيين وتقوي وكلاءها المحليين لتحقيق مصالحها والاستفراد بالجنوب وب يعني موارده ومصادره المختلفة. نعم، إذن دكتور علي أنت كتبت حول الإمارات بأنها دعمت جماعة أنصار الشريعة بين 2011 و2015 بكل الوسائل وأوصلتهم يعني أذرعها المخابراتية اليمنية إلى مقر وزارة الدفاع بصنعاء، ثم تم يعني في أواخر 2012 فلما انتهت الحاجة منهم تم تصيدهم عبر الولايات المتحدة واحدا واحدا في المحافظات الجنوبية. هل تعتقد أن الإمارات تقوم بنفس الأمر؟ الإمارات شريكة مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، ولكن توصيف الإرهاب لم يعرف دوليا هناك اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب وهي لعام 98 ولا للاتفاقية العربية، وهناك اتفاقية مجلس التعاون الخليجي لعام 2005 حددت ما هو الإرهاب وفرقت بينه وبين العمل الوطني أو المقاومة الوطنية ضد الاحتلال ضد الاستعمار ضد ما شابه ذلك. الحقيقة أنه الإمارات نقول لا نقول هذا الكلام لأنه استهداف لها لأنها الآن تتدخل في اليمن أو خرجت عن إطار إهدافها، ولكن هذه حقيقة واقعة لأن الإمارات اتخذت من الإرهاب شماعة أو يعني يافطة كبيرة لتبقي وراءها أهداف أكبر، وهي طبعا شريكة شاركت الولايات المتحدة في ضرب منطقة يفلا بمحافظة البيضاء. الإرهاب أصبح أداة أو وسيلة كاذبة للإمارات لتحقق خصوصا تعزيز وجود
وكلاء يهدف للمسلمين لتغطية جرائم متهمة بها، جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية كغسل الأموال والاستجارة بالبشر والمخدرات وتعتبر أو تعد الإمارات العربية المتحدة منطقة عبور أو مرور، منطقة قصد ومنطقة أيضا تصدير للأطراف متعددة من الفيتون والمخدرات. هناك اتهامات للإمارات العربية المتحدة وتحاول نقل أزماتها داخل دولتها إلى دول أخرى، فرضا عن أشياء كثيرة. يعني الزعامة تحاول أن تدعم وتتصدر مكافحة الإرهاب على مستوى العالم وتحقق حدود سياسي وجود سياسي في منطقة الخليج وفي المنطقة العربية أمام يعني قوى دول أو قوى خبرة منافسة كمصر والسعودية، ولكن هذه الدول لا زالت تتريث لأنها تعلم أنها تؤدي رسالة في ظرف زمن محدود وسيعقل نجمها قريبا. نعم، إذا دكتور يعني برأيك لما تسكت الشرعية أو كيف تصدر هذه المواقف التي تعد هزيلة أمام حجم الجريمة والتي لا تتناسب معها؟ يعني جريمة ترتكب ليس فقط بحق الجيش الوطني وإنما بحق دولة وبسيادتها بشكل أجمع. يا سيدتي، القرار الآن السلطة الشرعية مرتهن. الرئيس هادي ربما كانت في أحسن الأحوال، كانت في أحسن حال في عام في قبل 23 مارس 2015، كانت في أحسن حال مما هو عليه الآن. كان في مدينته عدن وفي دولته، نعم أنه واجه بغزو داخلي، لكنه كان بإمكانه أن يواجه، أن يلم قواته، أن يصمد. الآن لا يستطيع أن يعود، وبالتالي القرار أصبح مرتهن، وهو يعني نار مطرقة التحالف وسندان القوى الداخلية المناورة ممثلة بالحوثيين ومجلس الانتقال وتشكيلاته المسلحة. لا يمكن لهذه أيضا الرئيسي أن يصمت كثيرا، وقد يخرج عن طوره ليقول للعالم ولشعبه أنه مقيد بالتزامات أو قرارات لا يستطيع يعني دفعته إلى أن يكون في هذا الموضوع. نعم، إذا وما هو تفسيرك أيضا للصمت المطبق للقيادة السعودية؟ هل هو صمت العاجز أم المتواطئ؟ في حقيقة الأمر المملكة العربية السعودية طبعا لا ننسى دورها في دعم التحالف، في يعني دورها في التحالف وفي دعم القوات الشرعية الحكومية في صعدة في البيوت في كثير من المناطق، لكنها ايضا لا تريد ان تخسر حليب يغطي كثير من يعني العمليات العسكريه البحريه والجويه، ولا يمكن يعني ولا تستطيع ايضا التخلي عنه، لانها لديها ولديه خارج نفوذ مشتركه وتقاسم، وهما الان الدولتان الوحيدتان اللتان يعني تديران العمليات على الارض. لا يوجد السودان يمثل عامل دعم عسكري بسيط بقوته البشريه، ولكنه خارج عن التقاسم بالمكاتب. يعني الصمت ينتجم عن شراكه المصالح، شراكه النفوذ، واعتقد انه لن يطول يعني هذا الصمت في حال ان الامارات حولت السعوديه الى متغير تابع في معادلتها اليمنيه والاقليميه. نعم، إذا شكرا جزيلا لك العقيد الدكتور علي الذهب الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، إذا كان يتحدث الدكتور حول موقف الحكومة، أنت كيف تقيم الموقف الرسمي لليمن؟ هل يتوازى برأيك مع حجم الكارثة؟ السلطة الشرعية واقعة تحت ضغوط كبيرة متعلقة بحالة وجودها داخل السعودية نفسها. يعني إذا كنا نتحدث عن السعودية باعتبارها فاعل أصلي داخل المشهد اليمني، وهي التي تقود التحالف، وهي التي الآن تمتهن الفرقة و يعني تمارس الصمت المطبق حيال ما جرى من قصف وحشي للجيش الوطني واعتداء سافر، فبالتأكيد سيكون موقف الحكومة إلى حد كبير ضعيف. يعني البيان الرئاسي الذي أصدره الرئيس هادي قبل يومين هو تحدث وألقى بالكرة باتجاه السعودية باعتبارها قائد التحالف، وعليها أن تضع حداً
الإمارات كما قال، لكن في نفس الوقت كان بالإمكان أن تكون لغة البيان أقوى من هذا ولتكون أيضا بحجم التحدي والمشكلة التي تواجه البلاد، لكن والوضعية التي تعانيها السلطة الشرعية وارتهانها للحسابات السعودية ربما حد كثيرا من محاولة الذهاب باتجاه موقف أكبر وأقوى. الحكومة الشرعية الآن تتحدث عن مجموعة إجراءات تقول بأنها ذهبت إلى قدمت شكوى لمجلس الأمن وطلبت جلسة انعقاد. هناك متابعة تتعلق بعمليات ربما أيضا تحركات دبلوماسية رغم أنه لا زال في الحد الأدنى. كان هناك خطوات كثيرة تستطيع الحكومة أن تشتغل عليها، منها القيام بمجموعة زيارات وتحركات من خلال خلية أزمة دبلوماسية تقوم بزيارة العواصم الغربية الفاعلة سيما واشنطن وروسيا وبريطانيا والكثير من الدول الفاعلة. هل يمكن للحكومة أن تبحث من عن الضغط على هذه الدول من نعم هل يمكن للحكومة أن تبحث عن حلفاء جدد؟ هناك بعض يعني المراقبين يرون بأن على الحكومة أن تبحث عن موازين قوى مختلفة عما هي موجودة الآن، يعني ليست منعدمة على الأقل أمام اليمن، ونعلم مدى يعني ارتباطه بالكثير من الدول. سيدتي الكريمة، الحكومة والسلطة الشرعية راكمت الكثير من الأعباء على نفسها ورحلت الكثير من المواقف التي يفترض أنها كانت يعني عبرت عنها في وقت سابق. كان يفترض على الرئيس مثلا أن يكون له موقف قوي بنفس القوة مثلا أو المستوى الذي صدرت به البيانات الأخيرة عندما تم منع طائرته من الهبوط في عدن وقصف ألوية الحماية الرئاسية من قبل القوات الإرهابية الإماراتية، ودعيني استخدم هذه اللغة لأننا نحن بصدد، إذا كان جيشنا كما يصنفه منظمة إرهابية فعلينا أن نستخدم نفس الوصف للجيش الإماراتي، وهو عبارة عن منظمة إرهابية تقوم بالاعتداء على اليمنيين وقصفهم وضربهم في أكثر من مكان. الحكومة بالتأكيد لديها كثير من الخيارات، لكنها بحاجة للتخلص من الوضع الراهن. وضع الإقامة الذي تعيشه الحكومة وعلى رأسها الرئيس هادي لا أعتقد أنه سيسمح بخيارات والمضي باتجاه خطوات ربما للبحث عن تحالفات جديدة أو عن صياغة علاقات جديدة. وبقاء الرئيس والحكومة في الرياض يكبل هذه الخطوات. الرئيس الآن بحاجة ربما لتحركات دبلوماسية من خلال الأمم المتحدة لإخراجه وعائلته والحكومة اليمنية من الرياض، ومن ثم البحث عن مستقر ما والبحث عن الخيارات الأخرى التي يمكن البحث فيها. نحن نعرف هل أن روسيا لديها تطلعات للتواجد داخل اليمن. الصين لدينا معها اتفاق سابق متعلق بمسألة توسيع ميناء عدن. هي لديها خطة كبيرة وعالمية تتعلق بمسألة ما يسمى بالحزام والطريق. هذه التطلعات للدول الكبرى يجب أن نستثمرها لمواجهة المأزق الراهن المتعلق بعملية هل ترغب الحكومة بذلك؟ دويلات هي أصلا هي عبارة عن مجموعة وكلاء لقوى كبرى لا أكثر ولا أقل. نعم، لكن هل ترغب الحكومة بمثل ذلك أستاذ عبد العزيز؟ يعني ربما ما يفهم من الوضع بأن الحكومة غير راغبة بتغيير الموقف أو ما هي عليه الآن. كما قلت لك، بقاء الحكومة والرئيس في الرياض لن يساعد الحكومة ولن يساعد اليمنيين على حرية الحركة والمناورة والتعامل مع هذا المأزق القائم. ستظل الحكومة والرئيس مرتهنة للحسابات السعودية البطيئة والتي تحاول أن تبرر الآن ما حدث من قصف وهجوم على الجيش الوطني. كان هناك تسريبات تتعلق بالسعودية عن يعني توجيه ضباط سعوديين اللوم لقيادات يمنية لأنهم قاموا بالهجوم على وقاموا بمحاولة اقتحام عدن وأنهم تسببوا بهذه المشكلة. السعودية ربما تحاول أن تبلور فكرة تبعد عنها تهمة التواطؤ، وبنفس الوقت أيضا تحاول أن تضغط من خلالها على الحكومة الشرعية للإذعان ربما لخيارات متعلقة بمسألة الذهاب باتجاه حوار مع المجلس الانتقالي. وهناك أفكار كثيرة مطروحة بشأن ما يسمى إعادة هيكلة الرئاسة وما إلى ذلك، وهي المصطلحات التي تزامنت مع بدء التحركات للانقلاب في عدن والحديث عن محاولات لإصلاح الشرعية كما
عراقيل وإدخال كثير من الأطراف بما فيها المجلس الانتقالي وطرف طارق عفاش والمجموعة الإماراتية التي تحاول الآن أبوظبي الضغط من أجل تمكينها من مفاصل مهمة داخل السلطة الشرعية ضمن مخطة وفكرة تحاول الاستيلاء على السلطة بالكامل وإعادة النظام السابق وربما أيضا خط تحالف حتى مع الحوثي. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ عبد العزيز. ينضم معنا أيضا الباحث المختص في الشأن الخليجي والإيراني عدنان هاشم عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا بكم وضيفك الكرام. أهلا بك أستاذ عدنان. برأيك كيف استخدمت سياسة الإرهاب في اليمن لضرب الجيش الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باعتقادي بأن الإمارات يستخدم هذه السياسة منذ مدة طويلة، استخدمتها في مصر، استخدمتها في ليبيا، استخدمتها أيضا داخل أراضيها، هي تكون باعتقال العشرات وربما المئات من مواطنيها بتهم متعددة قبل الإرهاب، لأنهم يتحدثون أو يتحدثون بحرية حول الوضع الداخلي الإماراتي أو ينتقدون سياساتها الخارجية. هذا النمط الإماراتي من إنعكاس السياسة الداخلية على الخارجية هو نمط قديم منذ 2012 من أجل مواجهة ثورات الربيع العربي. هذا النمط هو يسيء بشكل كامل لعمليات مكافحة الإرهاب، وأن هذه عملية مكافحة الإرهاب أصبحت تستخدم كغطاء من أجل مواجهة سلوك الشعوب ومن أجل مواجهة المجتمعات العربية الحالمة بالتغيير. في نفس الوقت ما قامت به الإمارات هو انتهاك صريح للقانون الدولي، هو انتهاك لأسس الحروب والتحالفات في المنطقة. لا يمكن لأي دولة خلال فترة قادمة لعقود أو ربما أجيال أن تستعين بالإمارات في أي تحالف من أجل مواجهة انقلابات داخلية، لأن النتيجة هي معروفة. ستعاني الإمارات من عزلة دائمة من المنطقة والعالم جراء هذا النجوم الساتر على القوات الحكومية واتهامها بالإرهاب. نعم، إذا كيف أصبح مصطلح الإرهاب بلا ملامح حتى أصبح استهداف جيش دولة تحت لافتة الإرهاب من الأمر الممكن أو يعني المقبول لدى المجتمع الدولي؟ بالتأكيد أنه ليس مقبول لدى المجتمع الدولي، رغم أن تعريف الإرهاب ما زال لديه أكثر من تعريفات حسب الدولة وحسب سياساتها الخارجية، لكن لا أعتقد بأن المجتمع الدولي يوافق على هذه الطريقة من قصد جيش دولة واتهامه بالإرهاب. هذا تطور خطير يمكن أن ينعكس على جيوش دول أخرى واتهامها بالإرهاب من أجل تبرير تدخل عسكري خارجي واحتلال واستعمار لدولة أخرى. هذه الطريقة هي تجيش ضد الدولة القائمة بالفعل وتجعلها معزولة سياسية ومعزولة في سياساتها الخارجية وتضيق عليها الخناق. باعتقادي بأن الإمارات لجأت إلى هذه الطريقة بعد أن وصلت إلى طريق مسدود في اليمن مع علمها بأن مجموع مشاريعها التي عولت عليها خلال 4 سنوات بدأت تنهار أمام عيونها. باعتقادي بأن هذا التطور هو يسيء أيضا لشبه الجزيرة العربية أكثر ما يسيء للمملكة العربية السعودية. هذه الدولة هي تدخلت هي من أجل حمايتها وحماية الأمن القومي لشبه الجزيرة العربية، وبذلك قامت بكشفها. هذا يؤشر إلى أن دول المنطقة لن تستعين بدول مجاورة خلال الفترة القادمة لعقود ربما أجيال من أجل التجربة الإماراتية المليئة التي كانت جاءت في اليمن. نعم، برأيك كيف استطاعت الإمارات أن تستخدم ملف الإرهاب بإجادة داخليا وخارجيا؟ بالتأكيد هي لم تستخدمه بذلك الأصل. هي كانت عملية مكاتب العلاقات العامة الموجودة في أوروبا من أجل عملية تحسين سمعتها، وأن ما كانت به هو من أجل حماية الأمن والسلم الدوليين، مع أن هذا هو انتهاك كبير وقوي للأمن والسلم الدوليين في اليمن. خلال الفترة القادمة ستتضح للمجتمع الدولي وستتضح للدول ما كانت به الإمارات بشكل واضح. الدبلوماسية اليمنية أن تلعب بشكل كبير، الجاليات اليمنية أيضا هي تقوم بعمل جبار خلال هذه الفترة من أجل توضيح ما قامت به الإمارات في اليمن، وأنها تستخدم قطاع مكافحة الإرهاب والخلط بين القوات الحكومية والجماعات الإرهابية من أجل تبرير بكاها بالبلاد ومن أجل استعمارها والحصول على قواعد عسكرية دائمة في منطقة حيوية مثل منطقة ذرب المندب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عدنان هاشم الباحث المختص في الشأن الخليجي والإيراني، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز،
يعني هل يعني أن كل ما حدث أن الإمارات يمكن أن تمرر جرائمها على مرأى ومسمع من الشرعية وفي نفس الوقت من المجتمع الدولي طالما هي تلوح ب يعني ملف الإرهاب؟ في الحقيقة هناك شكل من أشكال المهزلة التي يتم استخدام التي تدير فكرة ومصطلح الإرهاب في العالم كله يعني. نعم. عندما تتحدث الولايات المتحدة عن مصطلح الإرهاب واستخدامه، معروف أن الولايات المتحدة كانت تستخدم هذا المصطلح في البداية حتى ضد الحركات التحررية اليسارية في كثير من المناطق العالم، استخدمته أيضا لدعم وإسناد حركات إرهابية حقيقية لكنها كانت تضفي عليها طابعا وطنيا. يعني المسألة هي مرتبطة بمجموعة المصالح التي تحققها مثل هذه المردودات عن باستخدام مثل هذا المصطلح. الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت حقا بالفعل عازمة على محاربة الإرهاب لما كانت تعاملت مع أنظمة ثبت بتورطها بالتعامل مع الإرهاب وبتسمينه وتوسيعه وانتشاره، كما حصل مثلا مع نظام علي عبد الله صالح. يعني علينا أن نتذكر بأن نظام صالح كان يحتجز عديد من عناصر القاعدة في السجن، وهؤلاء تم إخلاء سبيلهم من خلال كذبة تتعلق بعملية الحفر للهروب من السجن. هناك أشخاص كانوا في السجون وكانت التقارير لدى الأمريكان بأن هؤلاء موجودون في السجون، وبعضهم هؤلاء قتل في غارات على تجمعات كما يقال لإرهابيين في الصومال مثل شخص يدعى عبد العزيز بن عتاش. في هناك وقائع كثيرة تثبت بأن موضوع الإرهاب ومادته الحقيقية يتم استثمارها من قبل القوى الكبرى، وبنفس الوقت أيضا بالتعاقد مع أنظمة هي أنظمة استبدادية وتشتغل على فكرة القهر والقمع ويعني تحاول خلق ذرائع من أجل الهيمنة والاستمرار في وبقائها في الحكم. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل حريصة على فكرة محاربة الإرهاب لكانت شعرت بالعار عندما خرجت وكالة الأشيوت ديبريس وتحدثت عن توظيف الولايات الإمارات والسعودية وتجنيدها لعناصر في القاعدة البريطانية تحديدا، وهي التي تقف خلف مثلا تحركات الإمارات. ربما كانت لو كانت بالفعل قادة في محاربة الإرهاب لشعرت بالعار وهي تشاهد الوقائع التي نشرتها الاندبندنت عن عملية التجنيد والاستثمار والاستخدام لعناصر القاعدة في اليمن. عمليا هذه ورقة يتم استخدامها من قبل قوى كبرى وبمقاولات من قبل قوى إقليمية. هذه القوى الإقليمية لديها مشاريع للبقاء والسيطرة مثلا على مواقع في اليمن. الإمارات العبرية المتحدة هي واضحة من خلال أنشطتها وأطماعها بأنها تريد وضع اليد على كثير من المناطق الحيوية والموانئ في اليمن. هي تنتقم من اليمنيين لأنهم طردوها بعد ثورة 2011 في من ميناء عدن، وحاولت لاحقا من خلال دعم الحوثيين وصالح لتنفيذ انقلاب. وعلينا أن نتذكر بأن تنفيذ الانقلاب هذا تم التمهيد له باستخدام نفس الورقة. الحوثي عندما أعلن التعبئة العامة من خلال قرابة 50 جثة تم تفجيرها وتفخيخها في أحد تم يعني سقطت بعمل انتحاري أو عمل مفخخ في أحد المساجد. مسألة الإرهاب تم استخدامها من كل الأطراف، حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعطت الضوء الأخضر لعلي عبد الله صالح والحوثيين بإسقاط صنعاء قالت صحيفة المينيتور الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت لإقناع السعودية بأن عليها أن تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم شركاء في مكافحة الإرهاب. هم يدركون تماما بأن هذه الورقة يعني فيها أشبه بمفتاح سحري قادر على أن يمرر كثير من الأجندة والمخططات، لكنه في الحالة الإماراتية هو أداء هزلي ويعني كوميديا سخيفة ورديئة الحبك لا تستطيع أن تنال من اليمنيين بمجرد رفع هذا الشعار. إذا كان على العالم أن يريد أن يعرف من هي الإمارات داعش فعليه أن يعرف تماما وأن يشاهد الصور والمقاطع الفيديو التي دفقت خلال اليومين الماضيين من عدن وكثير من المناطق، أعمال ذبح وقتل وتصفية وإعدام ميداني لجرحى وأسرى. هناك عمليات تصفيات وعملية أعمال انتقامية تقوم بأوامر إماراتية، وهذه جرائم يفترض أن تصنف كجرائم حرب، على السلطة والدولة والحكومة الشرعية اليمنية أن تقدم شكاوى لمجلس حقوق الإنسان ولجميع المنظمات الدولية تؤكد على مسألة دعم الإمارات للإرهاب والجماعات
الجماعات الإرهابية. الإمارات مدانة على مستوى العالم من خلال وسائل إعلامية كشفت حقيقتها وهي توزع الأسلحة الخطيرة التي لم تصل إلى الجيش الوطني، والمعدات والعتاد وصلت إلى أذرع إرهابية. السلاح الذي سلمته لي أبو العباس في تعز انتقل إلى تنظيم القاعدة، وهذا مثبت من خلال تحقيقات صحفية. كثير من الوقائع التي تثبت وتؤكد بأن الإمارات هي داعمة الإرهاب الأول، وهي التي تدير حتى خلايا داعش داخل اليمن. الإرهاب إذا كان موجودا بشكل محدود في اليمن فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة لتحويله إلى حالة تريد نشرها وتوزيعها ودعمها وإسنادها وتحويلها إلى حالة في اليمن فقط لمجرد خدمة أجندتها التي لا يمكن أن تمر على اليمنيين حتى لو دفعوا كل ما يملكون من أجل طرد هذا الكيان المسخ الذي يحاول أن ينال من اليمنيين. نعم، إذا يعني أخيرا من المتعارف عليه أستاذ عبد العزيز أن اليمن ليست وحدها هدفا لجرائم الإمارات تحت هذه اللافتة، فهناك الصومال وهناك سيناء في مصر وأفغانستان وغيرها من جرائم الإرهاب الدولي الممول من الإمارات. برأيك لما تسعى أبو ظبي أن تستحوذ على هذا المربع المظلم؟ هي تقدم خدمات فقط للقوى الكبرى التي تشتغل على فكرة نشر الإرهاب، وهي تعرف تماما بأن ورقة الإرهاب استخدمتها في العراق والكثير من المناطق من خلال مثلا تمكين الميليشيات الشيعية في تلك المناطق، وأدت إلى ردود أفعال وتقسيم طائفي وما إلى ذلك. هذه النغمة تساعد الدول والقوى الكبرى التي تسعى إلى إعادة رسم خارطة المنطقة باستخدام مثل هذه الذرائع. الصورة الإماراتية المعروفة والداعمة للإرهاب والتي تحاول استنساخها في اليمن صورة محمود الورفلي، هي نسخة هاني بن بوريك اليمنية. محمود الورفلي المعروف بأنه شخصية الإرهابية المتورطة بارتكاب جرائم حرب وجنايات، وهو مطلوب على فكرة أمام محكمة الجنايات الدولية. هذا واحد من أهم الأذرع التي تستخدمها الإمارات داخل ليبيا لارتكاب أعمال إرهابية وأيضا محاولة نشر الإرهاب في ليبيا. هذه دويلة تقوم بعملية مقاولات مثل ما تقوم بتقديم الخدمات وسياحة المتعة في كثير في دبي وأبو ظبي. هي في النهاية تقدم مثل هذا الأمر في الجانب السياسي وتحاول فقط أن تلعب دور أكبر منها، وهي بالتأكيد لن تستطيع أن تملأ مثل هذه الأدوار الكبيرة، لأنها كما قال أحد المفكرين هي عبارة عن إمبراطورية بسيقان دقاقة لا تملك القدرة على أن تكون دولة حقيقية. فقط لو سقط عليها صاروخ أعتقد بأنها ستنتهي خلال ساعات. هي عبارة عن اقتصاد خدمات ومتعة ليس بوسعه أن يصمد أمام أي ضربات بالإمكان أن يقوم بها اليمنيون. اليمنيون من حقهم في هذا الوقت وبعدها ما حصل أن يجعلوا من الإمارات هدفاً مشروعاً لهم في كل وقت وفي كل حين. من حقهم أن يبحثوا عن تحالفات، من حقهم أن يبحثوا عن فرصة للتزود بالأسلحة والقيام بما يمليه عليه واجبهم الوطني تجاه بلدهم لحماية بلدهم. نعم. من هذه الدويلة المسخ التي تحاول أن من المؤسف أن تكون دولة عربية هي خنجر في خاصرة الوطن العربي بهذا الشكل. شكرا جزيلا لك الصحفي عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.